برحب بحضراتكم وبكرر ترحيبي بدكتور سامح يعني منورنا يا دكتور ربنا وهذا يعني كل فقره هفضل اقول لحضرتك منورنا انا ببقى سعيده حضرتك ربنا, ربنا, ربنا يخليك كمان دكتور سامح حابه قبل ما ادخل في التفاصيل اللي معايا انا عايز اتكلم على الصين عايز اتكلم على اوروبا عايز اتكلم عن تركيا عايز اتكلم عن اسماء ودول مفروض كان بيبقى لها توجه وشفناها ليها واخده توجه اخر شفنا ناس ما كانتش ظاهره وبدات تظهر زي تركيا في المشهد لكن خليني اخذ من حضرتك اخر مستجدات المشهد ما بين روسيا واوكرانيا والحرب راح فين هو دلوقتي يعني انت عارفه بعد فتره يعني احنا بنتكلم من 24 فبراير لغايه النهارده يعني تشعري ان الحرب بدات غير واضحه المعالم وبدات تدي يعني تظهر عنها تداعيات كثيره في هذا السياق يعني مثلا على سبيل المثال هناك دلوقتي خطاب بيتكلم بيقول لك ان الرئيس بوتين لا تصله معلومات حقيقيه على ارض الواقع يعني بمعنى مم. ان مم. المعلومات مم. يعني النهارده لما تقرا الاعلام الغربي بيتكلموا على الموضوع ده يقول لك الرئيس بوتين لا تصله معلومات، النهارده الجارديان بتقول كده لك هل بتصله معلومات حقيقيه؟ هل المعلومات اللي بتجي له ولا المساعدين والذين بيدهم ال... ال... القرار يخشون مصارحته بالمعلومات الحقيقيه؟ لان المعلومات العرض على ارض الواقع بتشير ان روسيا لم تحقق اي انتصارات حتى هذه اللحظه. تدمير اوكرانيا ده مش انتصار. انا بتكلم ما اهداف السياسه الروسيه حتى المنطقه الشرقيه اللي هي عايزه يعني تستولي عليها او اعلنت فيها جمهوريتين استقلاله من جانب واحد وبعدين في قبل كده قرب يعني عايزه المنطقه الشرقيه تكون طرف معاها مش قادره تسيطر عليها سيطره كامله يعني لا هناك حروب شديده في المنطقه الشرقيه وهي مش عارفه تسيطر عليها آآ ايضا آآ بدا الكلام حوالين وده بقاله له فتره حقيقي حوالين بوتشا الجرائم التي ارتكبت في بوتشا المقابر الجماعية قتل الناس المدنيين قتل النساء والأطفال والعجائز النهاردة اتفتح موضوع تاني على مستوى السوشيال ميديا والفيسبوك يعني احنا برضو مش عايزين كان دايما في ناس اتجاهات كبيرة لك لا احنا لازم يعني زي ما بقولوا ايه ندين هذا الموضوع على مستوى الفيسبوك اتجاه اخر بيقول لك لا ده في سياسات الفيسبوك لا تروج للعنف وما تتكلمش عن احداث عنف هي ف... على حاله وحاله يا فالناس عمالين يعني يتكلموا اللي فاتت دي شفنا ان بقت كل يعني الناس عماله تتكلم في الموضوع ده اتساع واسع ان يعني احنا لابد ان احنا نجرم من ارتكب هذه الاحداث وبيتكلموا بقى عن المجرم حرب وبيتكلموا على جرائم الحرب التي ارتكبت في اوكرانيا يعني اذا وخلي بالك احنا بنتكلم على الاعلام الغربي احنا برضو الروايات الاخرى واضح برضو ان الدعم العسكري الغربي رغم ان ان في كلام بيقول لك محتاج الى دعم مكثف اكتر من كده لكن الدعم العسكري الغربي بيترتب عليه بعض الخسائر لروسيا جامده يعني واضح في بعض الخسائر النوعيه اللي بتحدث داخل الجيش الروسي تتمتع بيه يعني بيتمتع بتأييد من الجيش الاوكراني بيتمتع بدعم غربي الولايات المتحده النهارده بتدربهم في مراكز تدريب في المانيا مراكز تدريب في اماكن اخرى بتدرب الجيش الاوكراني بدا الناس تتكلم على دروس مستفاده من الحرب في اوكرانيا يعني او التكتيكات العسكريه يعني بيتكلموا على انا شار ان روسيا هتخلص الحرب دي في كم يوم انها تحتل بقى ده واضح ان هي مش عارفه عشان كده الناس دلوقتي بتتكلم بتقول لك ما بتقدمش معلومات حقيقيه الرئيس بوتين بل بالعكس في تقرير من افريكان دي دي تعتبر من الهيئات اللي بتشتغل على التقارير النوعيه كويس <applause> قال لك ان هو قدمت له معلومات غلط من البدايه يعني ودلي. اه في الاول يعني قالوا له في الاول ان ايطاليا هتبقى محايده وده ما يحدث قالوا له المجر ممكن تبقى محايده المانيا يعني قالوا له بعض الحاجات وفوجئ برد الفعل الاوروبي الموحد تجاه الغزو في اوكرانيا يعني اذا اللي انا عايز اقوله ايه القضيه دلوقتي قضيه معلومات وفي قضيه تكنيكات او تكتيكات عسكريه على ارض الواقع يعني بيقولوا ان في وحدات صغيره من اوكرانيا تستخدم اسلحه حديثه في مواجهه الروسيا زي طائرات الدرون أتعب يعني تعبت روسيا جامد الطائرات المسيرة دي تعبتها جامد ودمرت ليها أهداف كثيرة في هذه الحرب يعني اللي أنا عايز أقوله أن الحرب لسه بتفصح عن نفسها وعن تحولات كثيرة حدثت وتحدث فيها هل أوروبا الأسبوع ده هتوصل لمرحلة حظر البترول في كلام يوم الأربعاء اللي جاي معرفش هل تصل لهذا الموضوع ولا لا؟ اتهامات دلوقتي بتساق لروسيا بسرقه بعض الاعمال الفنيه من متاحف في اوكرانيا اثناء الغزو. ده صحيح خطا احنا برضو ما نعرفش نخلي بالك برضو مساله حرب المعلومات وحرب الاخبار اللي موجوده على الجانبين بقت مساله احنا مش عارفين نقدر نوصل لمعلومات صحيحه في هذا السياق فاللي انا عايز اقوله مشهد الحرب دلوقتي مشهد قاسي جدا تداعيات كبيرة جدا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول كثيرة من العالم لدرجة الدول العربية تعبت بعد توفد عشان تحاول أن هي توصل لحل أوروبا برضو تعبت من هذا الموضوع روسيا نفسها أثار الحرب أثار العقوبات الاقتصادية شديدة عليها فعايز أقوله في مشهد من الارتباك الدولي الشديد بسبب هذه الحرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وناس كتير بتدفع في سكة وقف اطلاق النار عشان يبداوا يتكلموا ازاي ممكن نخرج من من هذا المازق اللي فعلا بيعبر عن وجوه كثيره كئيبه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا داخل اوروبا وخارج اوروبا في دول كثيره من العالم طبعا لو اتكلمنا عن الدول الدولة كانت حليفة وكنا بنشير أن الصين أن روسيا داخلة الحرب وهي حليفتها الصين هتكون داعم وسند لها طول الوقت ده ما حصلش حضرتك شايف ده ليه يعني مش مش بالشكل المفروض كان يبقى على الأرض الواقع زي ما حضرتك قلت روسيا بقت لوحدها جدا ولا أي في دولة عملها دعم أولاً موضوع الصين، ما ده برضه من المعلومات اللي, اللي الناس بتتكلم عليها أن بني التقديرات الروسية كان يقال أنها هتدخل معاها في ثاني أسبوع بشكل دا مباشر دا. على أرض الواقع يعني من ضمن الحاجات اللي بنيت التقديرات الروسية خاطئة عليها هو مسألة الصين هم. أولاً الصين آه هي دولة عظمى، دولة كبرى في العالم لكن لا تريد أن تدفع فاتورة الدولة العظمى فاتورة الدولة العظمى ليست فقط اقتصادية ولكن فاتوره سياسيه وعسكريه والتواجد الصين لا تريد ان تدفع هذه الفاتوره فده اول مساله النقطه الثانيه مصالح الصين مع الغرب اكثر بكثير من مصالحها مع روسيا بالورقه والقلم بالارقام والدليل على ده ان جت في وقت من الاوقات القياده في استراليا رئيس وزراء استراليا شبه بعت رسائل عنيفه جدا للصين وحذرها من الدخول الى جانب روسيا او دعم روسيا في هذه الحرب ليه؟ العلاقات الاقتصادية ما بين استراليا والصين شوف أنا بكلمك عن استراليا بعيدة طيب هتيجي تقولي لي عن اوروبا في توحد في الوجه في وجهة نظرهم ودي أول مرة تحصل وكان في بعض التحولات حصل الأيام دي لا أنا هقول لك على علاقة الصين بأوروبا <applause> القصة إيه مش رص. الناس بتتكلم على إن روسيا وعلاقتها الاقتصادية قوية جدا بالصين علاقة روسيا اقتصاديا بأوروبا هي ضعف علاقتها بالصين ده أول حاجة <applause> لا ده تكون نقطة ضغط طبعا النقطة الثانية الناس بيقول لك إن أو ورد في الإعلام الغربي إن روسيا طلبت من الصين بعض قطع الغيار العسكرية والمعدات م. وده لم يثبت بالمناسبة ده بيتقال في الإعلام الغربي لكن الحقيقة التي تثبت إن روسيا هي المصدر للصين لبعض بعض الـ بعض الأسلحة في الفترة في في السنوات أو في الـ في العشر سنوات الأخيرة فاذا نحن بنتكلم عليه ايه؟ ليست العلاقات بمثل هذه القوه، الصين لم يعني لم تؤيد الغزو في اوكرانيا، ولم تعترف باحتلال شبه جزيره القرم، ولم تدعم الموقف الروسي بـ 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 على اتساعه، والصين بتحاول ان هي لا تضرب بمصالحها مع الغرب. فهي تقف في موقف حياد، صحيح ان مثلا ان في حجم تبادل اقتصادي كبير بين الصين وروسيا، صحيح ان الصين بتحاول ان هي تخفف من وطاه المقاطعه او العقوبات المفروضه على روسيا وبيحاول يصلوا لنظام بنكي مشترك بينهم هما الاثنين صحيح ان ده بيحدث وفي كلام بهذا الموضوع لكن لم تصل الى موقف ان هي تقف في ظهر روسيا فاذا دي كلها موقف واعتقد ان هي طبعا بتوازن بين علاقتها بالغرب العلاقه الصينيه بالولايات المتحده والغرب علاقه لا يستهان بها علاقه قويه جدا في الصين لا تريد ان تكون مواجهه مباشره في مواجهه, مواجهة مع الغرب وانضمام الصين لروسيا في مواجهه الغرب ده ينبئ بحرب عالميه في الصين طبعا اسكى من كده وقياده الصينيه دايما عندها مشروعاتها الخاصه وفي ربما مؤتمر يعني حزب كبير في الصين وتجهيزات لسياسات في الصين فاذا الصين لديها انكفاء على مشاريعها ومواقفها وانتشارها في دول العالم على الصعيد الاقتصادي وايضا على النفوذ السياسي فهي لا تريد ان تضر بوضعيتها في هذا السياق بكلام حضرتك عن اوروبا خلينا نقول انها توحدت في بدايه الازمه ووجدوا نفسهم مضطرين لهذا وواضح ان كان في توحد واضح لكن في الايام اللي فاتت القليله واضح ان في تحول لبعض الدول تحول في مواقف بعض الدول حضرتك شايف ده ازاي يعني خلينا بقى نشوف هي روسيا منعت الغاز عن دولتين تقريبا ده صحيح يعني وكان نوع من انواع التهديد طغطية. وعايز اقول لك ده بيؤكد الكلام اللي كانوا بيقولوه الامريكان في وقت من الاوقات ان روسيا بتستخدم الغاز كسلاح سياسي يعني ده الكلام كان بيتقال يعني لما جم وقفوا لما كان, كان دونالد ترامب يقف ضد نورد ستريم 2 ما بين المانيا وروسيا كان احد المبررات اللي كان بيقولها ان بوتين يستخدم المواد البتروليه او يستخدم الغاز كسلاح سياسي لكن تعالي نتكلم في افاق اوسع شويه من هذا الموضوع. اولا اوروبا هي اوروبا موحده في مواجهه في مواجهه ما حدث من احتلال أوكراني وربما بوتين لم يكن يراهن على مثل هذه التوحد السريع لان اوروبا لم تكن موحده في مواقف كتير قبل كده. يعني احنا بنشوفها في مواقف دولية عديدة زي ما حدث مثلا في حرب في غزة وأماكن أخرى يعني أوروبا لديها سياسات خارجية مختلفة ولم تكن لديها سياسة خارجية موحدة لكن أعتقد عندما رأيت أن الحرب في قلب اوروبا مره تانية بعد الحرب العالميه الثانيه وعندما وجدت انها بتواجه تحديات كبيره بدات اوروبا يعني تبحث عن التوحد وتبحث عن سياسات موحده تجاه ما يحدث في اوكرانيا وربما التهديد التي تشعر فيه على صعيد توفير في مثلا من الولايات المتحده الامريكيه لانها الطرف الاخر للمعادله هل في هنا وعود او يعني طبعاً بتدعم الموقف الأوروبي طبعا طبعا ده زايد طبعا الحاله التوحد اللي يعني احنا برضه بصي ما نقدرش في العلاقات الدوليه افصل طبعًا. ما بين الولايات المتحده واوروبا يعني اوروبا مواقفها الخارجيه في عهد دونالد ترامب تختلف عن جو بايدن يعني في اختلاف كبير وربما احد مخاوف اوروبا ان يعود مره اخرى ترامب في انتخابات 24 لا صحيح طبعًا. احد مخاوفها هو بيعد نفسه اوروبا دلوقتي لديها عدد من الامور الامر الاول ترامب كان من تصريحاته ان بوتين ما كانش يقدر يعمل كده ولو هو فوق يعني رئاسه الولايات المتحده يعني اولا اوروبا تخشى التيارات اليمينيه بشده واللي حصل في الانتخابات الفرنسيه منذ ايام ده مؤشر مم. يعني صحيح إيه. ماكرون إيه. نجح إيه. ب 58% لكن آه لوبان كان كتير مستبعد حصل مم. على 42% مم. وهو مقدم على انتخابات تشريعية واتصور ان لوبان والمجموعات ال اليمينيه دي هتحاول بقدر المستطاع إيه. إيه. تستفيد إيه. من الانتصال الذي حدث. في اراء مؤيده للوبان في اوساط شباب في اوساط عمال في اوساط في فرنسا وبدات الناس بدا كده مش فوز خالص يعني. هو يعتقد ماكرون ان لا هو هو, هو طبعا فائز بالمعايير الديمقراطيه هو راجل جايب 58% لكن هو يعلم انه في مجتمع منقسم والانقسام قوي مش رؤية. ليس انقسام سياسي فقط ولكن انقسام ما بين سياسات ديمقراطيه وسياسات شعبويه إحنا برضه عايزين نتذكر الروح الشعبوية اللي كان ترامب بيدفعها في أوروبا. فده محور. ففي خوف من السياسات اليمينية في أوروبا. محور تاني إن دول زي فنلندا بتقول لك لا أنا عايز أدخل حلف الشمال الأطلنطي. فنلندا على الحدود مع روسيا. يعني تحدي آخر. دول البلطيق في وقت من الأوقات دخلت لم يكن روسيا قادرة على أن هي تمنحها لما دخلت حلف الناتو. النهارده فنلندا بتقدم عايزة هذا الموضوع. بمخاوفها أن يحدث معها ما حدث مع أوكرانيا، ولا سيما إن في تاريخ قبل كده للعلاقات الروسية الفنلندية يبرر مثل هذه المخاوف. أيضاً ألمانيا بتتكلم عن سياسات دفاعية جديدة، بتتكلم عن سلاح ده كلام جديد من الحرب العالمية الثانية، تبحث عن وسائل دفاعية جديدة تدافع عن عن نفسها. أوروبا في حالة زي ما بيقولوا إيه في حالة مخاط شديد عايزة تبلور موقف جديد وعايزة تبلور سياسات جديدة وعايزة أوروب... تستفيد أوروبا 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 تستفيد. أن تكون يعني عايزة لا وعايزة كمان تحافظ على هويتها وكينونتها في ظل التحديات الشديدة أوروبا خلي بالك دفعت ثمن كبير للحديث لل... عن الحريات والديمقراطية والانتقال وال... السلمي للسلطة في 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 الدول المختلفة في أوروبا أوروبا الشرقية لا زالت يعني حديث العهد ب بي... الانضمام إلى أوروبا بالمعايير الزمنية يعني اه أعتقد بوتين بيراهن إن هو يغير بعض مواقف هذه الدول لعمق العلاقات التاريخية معاه، يعني الموقف الأوروبي اه في فيه قدر كبير من الالتباس ولا سيما التداخل مع روسيا هل ممكن الضغط الأوروبي يغير شيء من الوضع الروسي أو يعني في نظرية القديمة؟ بيركل القديمة لما لما قالوا لها أيام ما كانت مستشارة ألمانيا لما قالوا لها التعامل مع بوتين قالت لهم هي اصلا كانت يعني تعرفوا من لما كان مسؤول مكتب الكي جي بي او المخابرات السوفيتيه في برلين الشرقيه وهي اصلا من برلين الشرقيه فكان في علاقه بينهم تعرفوا فقالت انا استطيع ان انا يعني يعني ان انا اهدئ من الامور واخليه يتصرف بشكل ايجابي طبعا ميركل مش موجوده دلوقتي والمشاريع الكبيره اللي كانت بين المانيا هيفرق يا دكتور اعتقد كان هيفرق هو. كان هيعمل آه اختلاف في يعني الى حد كبير كانت تستطيع ان هي تلعب دور سؤال دايما قبل اندلاع الحرب لا قبل اندلاع الحرب كانت ما تستطيع ما تشتا... اعتقد ان هي كانت مؤثره في اوروبا وكانت مؤثره بالنسبه لبوتين لكن قدرتها ان هي في الاخر توقفها او ما توقفش حرب انا ما اعرفش لكن على الاقل ان هي كانت هتلعب دور قوي النهارده انت برضو بتتكلمي نورد ستريم 2 وقف آه الغاز الروسي اللي أوروبا عايشة على 40% يعني 40% من الغاز في أوروبا جاي من روسيا فده طبعاً تحدي كبير جداً بالنسبة لها الأسبوع ده بيتكلموا على حظر يعني برضو هنشوف إيه طبيعة يط يعني ما يمكن أن تصل للدول الدول الأوروبية يعني التحدي بالنسبة لأوروبا لسه بيبان الـ 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 شكل التحديات اللي هي بتواجهها بالطبع هي بتواجه تحديات اقتصادية وتحديات في الطاقة وتحديات على مستوى الأمن الأوروبي والعلاقه مع دول الجوار ده كل ده هيبان الفتره المقبله يعني. تركيا وهي اسم يتردد ويعلو احيانا ويخفق احيانا لكن هي كانت مستضيفه المفاوضات الروسيه الاوكرانيه الفتره اللي فاتت واضح انها لاعب مهم او مؤثر في الوقت الحالي، حضرتك شايف ده ازاي وشايف دور تركيا ووضعها الحالي ايه يا دكتور سامي؟ تركيا يعني هي طبعا استضافت المفاوضات وهي لديها علاقة بالجانبين الروسي أولا علاقتها بروسيا علاقة قديمة ولهم مصالح معقدة جدا وعلاقتها أيضا بأوكرانيا وعايز أقول لحضرتك على حاجة الطائرات المسيرة التي أتعبت بشدة الجيش الروسي هي مستوردة من تركيا أوكرانيا استوردتها من تركيا الطائرات المسيرة وتركيا متقدمة في هذا الموضوع وبتصدر لدول أفريقيا طب ليه روسيا قبلت انها تكون مستضيفه للمفاوضات وهي كانت بتعلم بشكل واضح جدا ان <applause> حتى الدول اللي, اللي يعني قالت كلام بس مش اخذت رد مش الطيارات طيارات مسيره كمان انها عدوه لها تعتبر خلاص هي كده هتقطع علاقتها وهتاخد مواقف دبلوماسيه. هو برضه كانت متداخله تركيا لو كانت بتلعب برضه تسليح بين ارمينيا واذربيجان في اقليم ناجون كاراباخ يعني مش أول هو كان. لا روسيا لديها علاقات قويه جدا بتركيا ولديها علاقات قديمه يعني في مصالح متبادله اولا لهم مصالح متبادله في سوريا لهم مصالح متبادله في البحر الاسود لديهم مصالح استراتيجيه معقده جدا في في هذا الموضوع فاللي انا عايز اقوله ان العلاقات ما بين روسيا وتركيا شيء وتركيا ايضا تلعب وبتزود اوكرانيا باسلحه شيء اخر فدي من تناقضات الحرب اللي احنا بنتكلم عليها ان هناك علاقه ما بين هذا الجانب وذاك الجانب وأيضا تركيا لها علاقات قوية جدا بالأولجاركية الروسية الأولجارك الروس أو القلة السرية في روسيا لديها علاقات قوية جدا بتركيا على مستوى المصالح الاقتصادية فالمسألة تعرف التداخل الشديد في الاقتصاد والسياسة في المجتمعات بتخلي يعني صور متناقضة جدا بنشوفها ما بين مواقف الدول مع طرف ومواقف متناقضة مع طرف آخر وده اللي كشفت عنه الحرب نفس الكلام ممكن يتقال على اسرائيل يعني اسرائيل ما لديها علاقات بروسيا ولا لديها علاقات بأوكرانيا ليه أم. لان الكوميونتي او المجتمع اليهود في اسرائيل اللي جاي من اوكرانيا وروسيا يمكن يصل لحوالي نص مليون او ستمائة الف في نفس الوقت اسرائيل لديها علاقات قويه بروسيا يعني اللي انا عايز اقوله ان دول كثيره جدا زي ما بيقولوا ايه ما بين الجانبين في مساحة واسعة بتحاول إن هي تعمل وفي نفس الوقت بتحاول تحقق مصالحها. النقطة القادمة وهي اليوم يوافق ميلاد الشاعر اليوناني الشهير قسطنطين كفافسي لكن اسمح لي هنطلع فاصل وهنرجع نكمل مع حضرتك. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.